شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. عاش العمر طيب ودفاه همزة وصل بين المحبة والوفاء. الأصل عاش العمر طيب ودفاه همزة وصل بين المحبة والوفاء. غالي الشرف غالي بنموت كرماله سقف الوفاء. قلب الفرح ما بيقهره كتر الحكي ولولا انجرح بيضل أقوى من البكي. الفرح ما بيقهره كتر الحكي ولولا انجرح بيضل أقوى من البكي. عمرك حلاوة روح أخلاقك حكاية طبع الشهم ما بينشر بمال الدنيا وقت الظلم مثل الصخر ما بينحني. Oh,
أين أنا؟ أين أنا؟ ماذا نفعل هنا؟ من ربطنا ببعض؟ سيجور؟ هذا أنت؟ أين سلاحي؟ من ربطنا ببعضنا في هذا الوقت هنا؟ كل ما أذكره أنني كنت أقوم بدورية تفقدية على الحرس، بعدها لا أذكر أي شيء آخر. أنا كنت في نوبة حرس على باب السكنة، رأيت رجلا قادما من بعيد، كان يبدو أعمى، هذا كل ما أذكر. علينا أن نذهب من هنا فورا. أجل. صباح الخير زعيم. أهلين، صباح النور عمي. يا رب. عم يقولوا في تاجر حلبي بده يجيب خيط ذهب وخيط فضة. عفاف خانم، بطمنك شغلتنا ما حدا بيقدر يفوت عليها، بالعكس أنا فيني فوت على شغلة خيط الذهب تبع أبو النور، وأبو النور كمان فيني فوت على شغلتنا، غيرنا ما حدا بيطلع له بنور. دخلك، وإن شاء الله أبو النور مع ما يحاول يضرب لك شغلك. طمن يا معصمات، أبو النور ما بيسترجي، مش كان بيمد إيده أنا بقطع له إياها. بعدين أبو النور بيعرف أنا شو بقدر أساوي. هاي الحكيم، الله يسعد لي الصباح. أهلين يا بابا، يسعد صباحك. صباح الخير يا بابا. الله يرضى عليك. صباح الخير بابا. الله يرضى عليك. الله يخليك. يلا توصلنا بشيء؟ أسمع، مشان الله دير بالك على حالك. يا ماما، أنت ليش بتضلي خايفة؟ شلون ما بدي خاف؟ إيه ما عندي غيرك بهالدنيا. الله يخلي لي إياك. حكيم شايفك مبكر اليوم بالروحة. بابا، أول شيء أنا ما صرت حكيم، لساتني طالب. ثاني شيء رايح على المشفى، عندي استاج، بتوصلني بشيء؟ ما بدك تشرب قهوة؟ والله ما بلحق ماما، يلا ادعوا لي. الله يرضى عليك. الله يحميك. شو هالي يا داهوس؟ شو صاير؟ في اثنين عسكر فنساوي لقوهم مربوطين بالمقبرة ومشلحينهم ثيابهم. لك شو هذا الصهي؟ نحن متفقين مع شباب الحارة ما حدا يقرب على فرنساوي. خلاص خلونا بشغلنا، بكره الا يجي يوم ينقلعوا من هون، بعدين في اتفاق بيننا وبينهم لازم نلتزم فيه. انا نبهتهم للشباب ما حدا يتشاكل مع الفرنساوي، بس ما بعرف مين عم يعمل هيك وليش. اجى حدا من الفرنساوي حقق او اعتقلوا حدا؟ لا لسه ما حدا اجى. عمي شو في؟ الفرنساويين جايين على حارتنا والشر بعيونهم. اجوا بيننا وبينكم اتفاق، نحن ما منتدخل فيكم وانتو ما بتعتدوا على جنودنا.
البارحة اثنين من عناصرنا تعرضوا للضرب والتشليح. ما فهمت، نحن شو دخلنا؟ تحقيقاتنا تقول انهم من حارة البروكار. يا جناب الكابتن اسمعني منيح، نحن عند كلامنا. هلأ قلوا لنا شو اسمه اللي اعتدى على جنودكم او شو شكله ومنسلمكم اياه، على شرط تاخذوه على المحكمة على طول. بس انتو تعهدتوا انه ما تعتدوا على جنودنا. اسمع يا جناب الكابتن، الحكي اللي سمعته من كبارية الحارة هو الكلام الصحيح. نحن لا ربطنا عسكرك ولا شلحناه، طلبك مو عنا، روح دور بغير حارة. برجع بذكر جنابك يا كابتن، الاتفاق اللي تم بيناتنا نحن ملتزمين فيه. اللي شلح عسكرك وضربهم مو عنا، شوفه بغير حارة. يلا يا بنات شدوا لي حالكم، بدي اياكم تخلصوا يلي بين ايديكم منشان نبلش بطلبيه مرته للمندوب السامي. يعني لان حرمته للمندوب السامي لازم نحرق اعصابنا كرمال نخلص الطلبيه؟ لا حبيبتي، مو لانه حرمته للمندوب السامي. لتكون حرمت المندوب السامي عم التاجر بالبروكار والاغباني ونحن مو درياني. يو على هالحكي، كمان انت ما زبطت معك يا سعديه. انتوا ما بتعرفوا انه حرمته للمندوب السامي أخذت من عندي فستان لمين؟ لمرته لرئيس فرنسا. آمين طار عقله فيه؟ نسوان الوزراء ونسوان الأعضاوات بالبرلمان قام كل مرة صاروا يوصوها، صارت تاخد لكل واحدة من عندي فستان بروكار وغطاء غباني. لك شوف شلون مستعمريننا وما بيعرفوا يصنعوا شغلة من نحن ما صنعناه. لك حبيبتي على هالحكي، حبيبتي هدول يلي مو عاجبينك عندهم صنعات أهم وأحسن من عنا بمليون مرة. حرة أنت وياها إن شاء الله. خلاص يا بنات، حاجة حكي بلا طعمة، لو شغلهم أحسن من شغلنا ما بياخدوا من عنا. أنا متأكد أن الذي فعل بنا هذا هو رجل من حارة البروكار. أنا حتى الآن لم أستوعب ما الذي حصل معنا. بالتأكيد لقد ضربنا من الخلف حتى فقدنا الوعي وربطنا بالمقبرة. لماذا؟ لماذا لم يقتلنا طالما سنحت له الفرصة؟ يريدنا أن نتبهدل، نخاف. قسماً لأنتقم من أهل حارة البروكار، انتقاماً لن ينسوه بخمسين عام. على ماذا تنوي؟ أنا أعرف نقطة ضعفهم جيداً وسأمسكهم من اليد التي توجعهم، سأضربهم لأنتقم. Thank you.
عزام يلا يا مول عشا جاهز. اسمع شو بدي اقول لك يا مو. زعم الحارات عملوا صلح مع الفرنساوي. انت بدك تهدي شوي الله يرضى عليك. ما بتقدر لحالك تكون ضد الكل. يا مو انا ما رح صالح. لك ابني حاج، حاج والله تعبنا. خليني اخطب لك وجوزك ويصير عندك بيت واولاد. لك والله مشتهي اشوف لك ولاد. امي هدول محتلين وانا ما رح اسكت لهم. بعدين انت قلتي لي انه ابي بحياته ما هادنهم وانا ماشي على ممشاه وحياه تراب ابي. طالما هن بهالبلد ما رح اخليهم يرتاحوا. ابني ابني هدي بقى. لك يا ابني يا حبيبي ايد وحده ما بتصفق. افهم علي بقى وانا ما بدي اخسرك. اخوك وعضوات الحارة ما رح يخلوك تفشل اتفاقهم مع الفرنساوي. هذا مو أخي ولا بقى تجيبي لي سيرته. أمي أنا حالف يمين ما رح خلي فرنساوي يقعد مرتاح بهالبلد. بدي خليهم يمشوا ويشتهوا الموت. الفرنساوي رضيانين على عزمي. وقت بيكون عزمي بخير منكون نحن بخير. يا مو يكون عزمي بخير لحاله، المهم يبعد عني. أنا إذا بيحكموني إعدام لا يقارشني. طيب طيب مثل ما بدك. يلا كول كول بقى وقيمنا من هالسيرة. كول يا مو لسا ما خلصتي؟ قرب يوصل أبوكي. يا مو والله أنا بعرف إنه أبي بيحب يتعشى طبخ، ما بيحب يتعشى حواضر. يا عمري اليوم أنا ما لحقت أطبخ، معلش يقضيها حواضر. يا عمو نعم إلك ولا للديب؟ ليلي شو بدك؟ يلي بدي أقوله بده رواق. ها وصل أبوكي بعدين بنحكي. إيه ليلي على حظي. مرحبا دكتورة. أهلين دكتور. دكتورة بدي أطلب من حضرتك طلب. خير؟ في مجال أعمل استاجي بكل الأيام اللي حضرتك فيها؟ يعني الجمعة ما بدك تعطل؟ هلأ على اعتبار أنه حضرتك بتداوم الجمعة فلا. سمعت أنك اختلفت مع الدكتور عبد الهادي يلي هو مشرف على يوم الأحد. هو خلاف بسيط يعني. طيب أنا سعيدة أنك تكون معي لأني فيني أعتمد عليك. فيني أعتمد عليك فعلا. شكرا كتير دكتورة، أخذت من وقتك بالإذن. الله معك.
أميرة الشماء تعادل 100 رجال. ايوه. وأقوى من كل الملوك. حلو. كانت شديدة الذكاء. ما شاء الله. سريعة البديهة والدهاء. شداهي. نعم. ما فاتت معركة بنوب 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 إلا وانتصرت فيها. بضيع. هيك كانت. نعم. كانوا الفرسان يهربوا قدام منها مثل الغربان. الله حي الله حي الله حي. سلام على الزلم. وعليكم السلام. بلشت انبا القصة؟ ايه بلشنا. ان شاء الله عيدوا لي اياها، وحق الله ما قدرت ازمك من معلمي. شو عيدها ما عيدها لسه؟ يا ابن مريم بدك يا مريم شو الحكي هذا يا اخي؟ خلصنا يا رجال خلصنا، تفضلوا ارتاحوا. ابو تحسين عدنا الحكايه كرمال عيون غزال، معلش. سلم عيونك عم ابن نعيم. كرم عيونك يا غزال. بس سيدي عندك كاس الشاي ها؟ اي مو على راسي، انت بس عيد القصه وكل شيء يوصل لعند رجليك. كانت الأميرة الشماء يا غزال تعادل 100 رجال. يا لطيف. كانت شديدة الذكاء سريعة البديهة والدهاء. إيش ما فاتت معركة بنوب 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 إلا وانتصرت فيها. وكان الفرسان يهربوا قدام منها كأنها جردان. يا لطيف. شو أبضاي؟ فتوح اعطيني فنجان قهوة ليا وكاس شاي لعمي حكواتي وسجلها على عزمي بيك. هلا وقتك انت، مالك شايف عم بسمع الحكاية؟ خلصنا غزالة لا تجنني. هات يا سعد وهان. ادعي لها لخالتك ام محمود. الله أكبر. وهنا بتحطهم على الشمال مو على اليمين، على اليمين خضرة. ايوه عيني عليك وعلي تقابلني وشغلتك الحقني لأنك شو بدك تخبرها هي الخبرية؟ الله يكون بعون دام عزمي على الخبرية. ربك بيب لي وبيعين. خير يا شباب. باب بيت خالتك ام محمود اليوم الصبح كان مفتوح، فاتوا النسوان لجوا لقوا البيت منكوش وخالتك عطتك عمره. شو عم تحكي؟ خالتي مسروقه ومقتوله؟ شو في؟ شو صاير؟ ما في شي خالتي، ما في شي، بس اختك ماتت. شو؟ قولي على عمتي اختي. قولي على عمتي. قولي بالك. قولي على عمتي. خليك جنبك. لا اله الا الله. الله يرحمها الله يرحمها. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اخي في محصب تمي بدي ابزقها مو طقت برغي امبارح الهم شريك كان عند خالته. نعم مزبوط عم يحكي.
ايه مبينه الهمشري قتل خالته وسرقها. عم حكيك. لا تغلط يا كرمو، الهمشري ابضاي وما بيعملها. اخي الشغله ما بدها عشرة، حاميه حراميه. شو قصدك بهذا الحكي سعدو؟ شو قصدك بهذا الحكي؟ ما بدي اخذه عطا، بقص ايدي اذا مو ابن اختها قاتلها وسارقها. لك مو مزبوط هالكلام. والله بتفهم عليك تويا. اجت حبوبي سمونا دكتور. وإذا ما حصلت قدامي وقف هون يا ابني. تفضل خالي، وصلنا نشوف شغلك. تفضل خالي، تفضل تفضل. يا لطيف وينك مالت هاي الحكومه؟ خير امي؟ شبها خالتي؟ شوفي شو حكيم؟ شو شفت؟ الوفاة طبيعية، صاير مرض عليها يومين. يعطيك العافية دكتور، يعطيك العافية. في شي مفقودات بالبيت يا أم عزمي؟ إيه والله، في صندوق موزايك كانت أختي تحط فيه أغراضها الخاصة. بتشكوا بحدا؟ ما بنقدر نحط حدا بزمتنا يا أبو رسمي. المهم هلأ أبو رسمي ندفنها للمرحومة وبعدين بنشوف مين عمل هالعملة وحب يعلم عليه. لك مين انت اللي حتى يعلموا عليك؟ انا مقصود بهذا الحكي، بدي يعلموا علي انا. منيح اللي عرفت تجي لهون يا عزمي بيك. الله اعلم انك سالت عن طريق بيتنا لحتى عرفت تجي. يا جماعه خلينا نقوم بواجب المرحومه ونعجل بالدفن. المرحومه خالتي وانا اولى باكرامها يوم دفنها. تصغريني قدام الناس انت وابنك عزام. انت رح تضلك صغير لحتى تعطيه حقه لاخوك. ابي سجل مالكانات باسمي انا لاني بيعرف اني قادر ارعاها واحميها. ابوك سجل الارض باسمك لانه كان مريض مرض الموت، واخوك كان لساته صغير. دخلك وليش سجل الارض باسمي انا لوحدي؟ الله يرحمه، لأنه خاف أني أتجوز من بعده وتروح الأرض لحدا غريب. وأخوك له حق عندك، النص بالنص، ولازم تعطيه، بس أنت طنشت. أبي ما قال الحكي بنوب. حتى لو ما قاله، أخوك له حق عندك ولازم تعطيه. صرت قايل لك ياها ألف مرة. أخي عزام مثل ابني عصمت، وأنا متكفل إرعاه طول العمر. أخوك له حق من أبوك عندك ولازم تعطيه. نحن ما عم نطلب صدقة منك. اسمع عزمي، أنا أمك إذا بتعطي حقه لأخوك. مشي ابني. خالتي أم محمود الله يرحمها تمسايتها عندي بالبيت. لا عندك ولا عندي، تمساية الرجال بالساحة والنسوان عندي. والله يا أبو رسمي نحن عتبنا كبير على المغفر. خير يا أبو نعيم، شو عملنا لكم؟ عم نحس تدخلاتكم ضعيفة بمشاكل الحارات.
لا تظلمونا يا أخوان، نحن تدخلاتنا قوية بكل الشام إلا بحارات البروكار، لأنه حضراتكم عملتوا هدنة مع الفرنسيين وطلبتوا ما حدا يتدخل فيكم. شو دخل هاي القصة بهاي القصة؟ دخل ونص. نحن تحت سلطة مين هلا؟ تحت سلطة المندوب السامي. أنت عيني، وإذا جينا نتدخل وقالوا الفرنسيين لا تتدخلوا، هي تحت إشرافنا، شو منقول لهم؟ بس هي جرائم عادية ومدنية وشغلكم. مزبوط، ونحن ما عم نقصر بهي الجرائم، عم نحقق فيها كلها، واللي عم نعرفه عم نجيبه. يا جماعة، والله كلام أبو رسمي مزبوط، يعني الفرنساوية بدي يعملوا من حارتنا بس مزار للفرنساوية مشان يجوا، هي هي كل القصة. شو الحكي؟ يعني بيهموا سلامة السواح ما بيهموا سلامتنا؟ مزبوط كلامك، هيك شيء كلام دوزة. ماشي سيدنا، لكن خلونا نطلع بتمساية. شرفوا يا رب، شرفوا. شو جوني؟ بعرفك وحش وما حدا بيقدر لك. هذا ما يغضبني يا لويس، هذا ما يغضبني. لست أنا من يقدر عليه أي أحد، ولكن حتى الآن، حتى الآن لم أستوعب ما الذي جرى. وإذا عرفت شو راح تسوي؟ لن أكون جوني، لم أقتله بيدي هاتين. جوني، من فعل بنا هذا ليس رجلا عاديا. كل نفس ذائقة الموت. عظم الله رجل. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يا سيد عزام، أهل الحارة عم بيقولوا أنه شافوك ببيت خالتك قبل بنهار من معرفة أنه ماتت. شو قصدك عزمي بيك؟ واضحة، معناته أنت اللي سرقت الصندوق. عزام تربايتي وما بيعمل هيك عملي. وأنا كمان تربايتي. يا ريتني ربيت كلب وما ربيتك. أنا بقخلوك.
راح اتركك هلا بس لانه انا وياك عند الحكومه محسوبين اخوات. تتهنى بالصندوق يا ابن امك. عزام رضاي عليك يا ابني. معلمتي اشتهيت لك هالسكبة. يسلم ايديك يا حبيبتي. ليه معزبة حالك؟ صحة وهنا. على قلبك. بنات حارة ابو النور احلى بنات. ايه طبعا. ايه والله بنات حارتنا احلى بنات. شوفوا ما احلانا. يسلم لي. يا ام بازم رقة صار عندك بيت ومربى؟ الكوع كوع لو بتتغدر اسبوع. يوه عازك وعوازك والف رقعه بام بازك. اي بعت لك حمه وحميره ودا سله ونبيره. اسدي لي بوزك ولا شرن لك. خلص يا بنات انت وياها كل وحده تضب لسانها بحلقه. هذا المزح والتقريق اخره زعل بلاها احسان. سلام لله غزال. ايوا علي بقى سلامتو يا ويز. صاير عم تقدر يا واطي؟ على اساس انت جيتني من قدام يعني؟ انا برجيك والله لا خلي دمك حميمك. لك تحكي قبضه يا لك كبروا عالكل. لك حاج فرجوا العلم عليكم. تصرفوا بالدوزانات. لا حدا يتدخل. اسحب. عيفوا عم ابن نعيم عيفوا هو اتجنى على حاله. اسحب. غلطيو نزل. طب خنجرك يا ابني وروح على البيت. ما بدنا خنايا بنوب. مشينا عمي مشينا. خلينا نمشي. اتركوني يا رجال. الله معك زعيم. يلا يا جماعة يلا يلا كيف مين على شغله يلا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.